هلو everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. معادنا النهارده ان شاء الله مع ابطال ثالثه ابتدائي, وهنعمل مراجعه على يونت 9 الوحده التاسعه. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا, اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. نبدا بسم الله. مراجعة يونت 9 الوحدة التاسعة من كتاب الباهر. السؤال الأول look and complete, يعني انظر واكمل. أول صورة, صورة طبعة عندي, طبعة يعني printer. طبعا الحرف الناقص حرف ال P وحرف ال R. Bazaar A وحرف ال A. Branch اللي هو فرع الشجرة, branch حرف ال A حرف ال C. Princess أميرة, يعني princess ناقص حرف ال R وحرف ال E. Earrings حلق, يعني earrings ناقص حرف ال I وحرف ال G. وبعد كده necklace عقد, يعني necklace E L. السويرة bracelet, السويرة يعني bracelet حرف ال P وحرف R. gold ذهب, يعني gold حرف ال O وحرف L. السؤال اللي بعد كده هتعمل زي unscramble للحروف, يعني هترتبها. عندي الكلمة دي كلمة هدية, يعني present هدية, present P-R-E-S-E-N-T present P-R-E-S-E-N-T present present هدية present. خاتم ring R-I-N-G ring وهرم, يعني pyramid P-Y-R-A-M-I-D P-Y-R-A-M-I-D. خد بالك الحرف اللي انت بتنزله تحت اشطب عليه. السؤال اللي بعد كده fill in the gaps, يعني املأ الفراغات بالكلمات اللي موجودة. jewelry يعني مجوهرات, buy يشتري, wore يعني ارتدى. What did you eat at the bazaar؟ يبقى what did you buy at the bazaar؟ ماذا اشتريت من البازار؟ The princess الأميرة wore يعني ارتدت. The A was beautiful كان جميل, طبعا jewelry اللي هي المجوهرات. السؤال اللي بعد كده السؤال صورة, ونشوف الكلمة المناسبة مع الصورة نحط عليها تك تك, يعني صح. طبعا الصورة دي صورة فرشة, وفرشة يعني براش, طبعا هي بريسلت الاسورة ولا براش, طبعا هي براش وانا بختارها. دي صورة اميرة, واميرة يعني برينسس ولا كينج, طبعا هي برينسس فانا بعمل عليها تك. الصورة دي صورة بازار, وبازار يعني بازار, بعمل عليها تك يعني صح. الصورة دي صورة طبعة, طبعة يعني رينج ولا طبعة يعني برينتر, طبعا هي طبعة يعني برينتر, هعمل هنا تك. السؤال بعد كده choose the correct words, هنختار الكلمة الصحيحة. What did you eat at the bazaar؟ هختار بيقول ماذا ايه في البازار, طبعا ماذا اشتريت. طب اني واحدة دي بوت اشترى, buys يشتري, وباي برضو يعني يشتري. طب انا هختار انهي verb, which verb اي فعل اختاره. طبعا انا هختار الverb infinitive الفعل في المصدر, عشان helping verb الفعل المساعد did, فبختار معاه الفعل يبقى في المصدر. بعد كده the cake was a, الكيك كان ماله, delicious يعني لذيذ. she ate dinner yesterday, هي ايه العشاء امس, طبعا امس اللي هي yesterday بتدل على زمن الباست زمن الماضي, فانا هقول she cooked يعني هي طبخت. السؤال بعد كده خان الخليلي ماله, is in the heart of old Cairo, طبعا احنا عارفين خان الخليلي ده موجود في قلب القاهرة القديمة, يبقى the heart of old Cairo. بعد كده he ate to Alexandria, هو ايه الاسكندرية yesterday, yesterday يعني امس بتدل على زمن الماضي, يبقى انا لازم اختار الفعل في زمن الماضي اللي هو traveled. he traveled to Alexandria yesterday يعني هو سافر الى اسكندرية امس. السؤال اللي بعد كده unscramble يعني هنرتب. did you what do yesterday, عشان ارتب اي سؤال لازم يكون لي خطوات. السؤال طبعا اوله question word يعني اداة استفهام, وبعد كده بعد اداة الاستفهام ال helping verb الفعل المساعد, did السبجكت الفاعل هيبقى you, المين فيرب الفعل الاساسي do, وبعد كده باقي السؤال yesterday, يبقى what
did you do yesterday? What did you do yesterday? ماذا فعلت أمس؟ السؤال اللي بعد كده we نحن bought اشترينا jewelry أو some jewelry بعض المجوهرات for mom لماما. I أنا visited زرت my grandmother أنا زرت جدتي. Did he travel by train? Did he travel by train؟ يعني هل هو سافر بالقطار؟ السؤال اللي بعد كده ده سؤال true or false. السؤال اللي بعد كده put true or false، يعني هتحط هنا إما صح أو خطأ. A bazaar is a place، البازار ده مكان to buy and sell things، ده مكان لبيع وشراء الأشياء أو شراء وبيع الأشياء. طبعا الإجابة true صح. He traveled to Alexandria، هو سافر لإسكندرية، دي سورة ألكسندر إسكندرية. طبعا الإجابة false خطأ. This is a branch، ده فرع، طبعا ده فرع شجرة يبقى true. The bracelet، bracelet يعني الأسورة، is beautiful، جميلة. طبعا الإجابة true صح. سؤال بعد كده fill in the gaps، يعني املأ الفراغات بالكلمات اللي فوق. عندي بوت اشترى، did ده هنا فعل مساعد، وعندي بازار. What did you buy at the A؟ ماذا اشتريت من ايه؟ طبعا المكان الوحيد اللي موجود هنا بازار. What did you buy at the bazaar؟ ماذا اشتريت من البازار؟ I a jewelry for mom's birthday، يبقى I bought، انا اشتريت مجوهرات لعيد ميلاد ماما. Did she like the present؟ هي حبت الهدية. Yes she، وننزل did. Yes she did. السؤال اللي بعد كده سؤال باراجراف، هنتكلم عن خان الخليلي، وبيديك بعض الكلمات تساعدك. Old Cairo، القاهرة القديمة. 600 years، 600 سنة. Buy، يشتري. Jewelry اللي هي مجوهرات. Perfume، البرفان. طبعا أنا هبدأ الجملة أقول خان الخليلي، أكتب أهي. خان الخليلي is in the heart of Old Cairo. خان الخليلي is in the heart of old Cairo، يعني هي في قلب القاهرة الجديدة. ممكن كمان نقول عليه it's، أو بدل ما نقول عليه it's أو خان الخليلي، it's أو خان الخليلي. It's a about 600 years old، يعني هو عمر الشارع ده 600 سنة. وهستخدم كمان buy، بيقول I buy، أنا اشتريت أو أنا أشتري منه jewelry and perfume at the bazaar، أنا بشتري من البازار المجوهرات والبرفيوم.